بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعة عربية جلوري 1500، كانت جاية لنا بتدخن وبتاكل زيت، ولسه تم العمل فيها عند ميكانيكي وما كملتش 4 شهور، وتم الحل، لقينا العربية الشمبر بتاعها مكسور، ودينا هو حضركم بنقفل، وانتظرونا ان شاء الله في الدوارة، وبإذنك يا رب عند الحريف مفيش تكاليف. في حياة بتوجع مني؟ Gidin mama, sen de böyle